ايام غريبه. الله قال لك نحمل الخير لمصر، ده كان الاخوان حزب الحريه والعداله، الهي لا يرجعهم. بالمناسبه ده بس بيخليني ارجع، مش عارف يعني الكلام جاب بعضه كده. سنه 2011 12 13 وصولا الى 14، تعالى كده نفتكر مصر كان شكلها ايه، لو حد ناسي يعني، كان شكلها ايه قبل 2011 او قبل 2014، مش فارقه كتير. بالتاكيد حصل فروق ما يعني من 11 ل 14 بسبب كل اللي جرى، فالبلد تعبت حبتين زياده يعني. لكن هو قبل 2011 كانت البلد فيها ايه؟ حقيقي والله ما هزار، انا عايزك تقعد تفتكر يعني. ايه رايك كانت في منظومه السكه الحديد والنقل؟ تعبانه، تعبانه بالمعنى الحرفي لكلمه تعبانه، يعني حاجه تقرف الحقيقه يعني، محدش يقدر ينكر ذلك. يعني كان تقدر حضرتك تقدر تتباهى بانك هتخش موسوعه جينيس ريكوردز علشان خاطر عدد المطبات والتكسيرات والطرق التي لا تفضي الى اي شيء، او انك تتحول البلد لجراج كبير. صح. طب الصرف الصحي كان اخباره ايه في مصر قبل 2014؟ تعبان، هل كان مسكين بائس تعيس؟ طب ميه الشرب قبل 2014، يعني منظومة مياه الشرب كانت عاملة ايه في مصر؟ حاجة عكرة جدا يعني. تمام، قول لي بقى، واخبار التصنيع كان عامل ازاي في مصر؟ وزراعة القمح كان حجمها عامل ازاي في مصر؟ والتعديات على الارض الزراعية كانت عاملة ازاي في مصر؟ والسلب والنهب اللي كان بيمارسه البعض او بعض كثير، مش هقول لك الاغلبية، كان اخباره ايه في مصر؟ والسرقة اللي كانت بتتعمل، يا خبر أبيض، ولا النصبات اللي كانت بتتعمل دي على المال العام، إنك فجأة تكتشف إن المال العام، المقاولة دي والشغلانة دي والمناقصة دي والمزايدة دي، يستحوذ عليها دايما واحد من نفس ذات المجموعة، هي 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 ما بتتغيرش. واستحواذات على مصانع تحصل، استحواذات على أراضي بمئات الآلاف من الأفدنة تحصل، ويبقى السعر في التراب عادي وهو كده، وإن كان عاجبكم. أه والله، أمال إيه؟ أمال أنت كنت فاكر الحكاية كانت ماشية حلو يعني؟ أمال الناس هي دماغها ضربت في السماء من إيه يعني؟ من الحب؟ باعوا السكر، كان الشعار الفاكر كان ايه؟ يقول لك غلوا السكر غلوا الزيت، احنا نبيع في عفش البيت. ده كان قبل 2011 بالمناسبه لو حضرتك تتذكر مظبوط. والناس اللي كانت بتتغذى في طوابير، نفسي اعرف والله العظيم كل يوم بسال نفسي السؤال ده، نفسي اعرف كانوا بيعملوا ايه في البلد لحد 2011؟ يعني كانوا قاعدين بيعملوا ايه؟ ايه؟ لما ما غيرتوش حاجه في الصحه، ولا في التعليم، ولا في الطرق، ولا في السكه الحديد والنقل، ولا في التوسع الافقي العمراني، ولا في الارض الزراعيه وسايبينها تتنهب، ولا في التصنيع وفي التصدير معدلاتك اكتر من سيئه، والشفافيه اكتر من سيئه، والمنافسه اكتر من، يا راجل ده احنا ترتيبنا كان في قاع العالم. تيجوا وتعمل لي وتقول لي الكلام ده. بالمناسبة عشان حضرتك ما تترجموش غلط، أنا بس بترجمه وانت بتقعد تقرر انك في بعض الأحوال كده تلاقي في مواطن يحب يفتي فيما لا يعلم. سيبك من المواطن اللي عاوز دايما يجمل صورته يعني، خليك في اللي ايه، سيبك من ده، خليك فيما يفتي فيما لا يعلم. السيسي عمل ايه لمصر؟ تاني، أرجوك عزيزي المواطن، افتكر لي مصر كانت عاملة ازاي لحد 2011، أو افتكرها لي كانت عاملة ازاي لحد 2014، وحط المقارنات. في مقارنات بتبقى سهلة كده، أنا عايزك تجيب لي مثلا خريطة الطرق والكباري في مصر قبل 2014 وخريطة الطرق والكباري النهاردة، وحط الاتنين جنب بعض، سهلة يعني. لو أنت ما تعرفش ابنك هتلاقيه أروبا دقرم هيعرف يعمل لك كده. أه والله سهلة خالص. جيب لي شكل المدن كان عامل ازاي قبل وبعد. جيب لي كده، وحضرتك هتلاقي الحاجات دي موجودة على البوابة بتاعت الحكومة المصرية. جيب لي كده الشبكة بتاعت الصرف الصحي كان حجمها قد ايه وبقت قد ايه. مش هكلمك بس على الكفاءة والجودة، ده حتى ولو من باب الحجم يا اخي.
نفس القصة في مية الشرب وهكذا. طب اتساع الرقعة الزراعية ولنا في ذلك حديث سوف يطول. منظومة الصحة هم المصريين كانوا عارفين يتعالجوا قبل كده؟ هو أنت عمرك سمعت عن اجتماع زي اللي حصل النهاردة اللي هو نقضي على الطوابير؟ عمرك سمعت عنه؟ يعني عمرك سمعت عن اجتماع حصل قبل 2014 زي اجتماع النهاردة؟ عايزين نعرف ها لازم نقضي على الطوابير وقوائم الانتظار والناس اللي بتتعالج ما ينفعش تستنى وما إلى ذلك. تقول لي سيسي عمل إيه يا أخي؟ ده أبسط حاجة خلص البلد دي من فيروس سي. أبسط حاجة. لو ما كانش في إنجاز للرئيس السيسي من 2014 ل 2022 غير فيروس سي نقول له ألف ألف مليون شكر. خدت بالك من الناس يا فندم وعالجتهم. مش هقول لك بقى المبادرة الأوسع 100 مليون صحة. لما كنا نقول ده فلان لسه في الطابور ولا فلان عاوزين له علاج علشان نعرف نحركه في الطابور دور ولا دورين ممكن تقعد في مباحثات شهور. النهاردة لا، الحاجة تتقال هوب تلاقي على طول في استجابات. هل الدنيا عندنا بقت بامبي 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 على رأي صلاح جاهين وسعاد حسني؟ لا مش بامبي بامبي بامبي. لكن لو قارناها باللي كان موجود زمان ده بامبي ووردي وحاجة عظمة على عظمة على عظمة. على سبيل المثال أول امبارح زي ما حضراتكم عارفين كان عندنا تقرير لطيف ظريف عن بنوتة صغنطوطة عندها 9 سنين هنيدة اللي بترقص تنورة سكر هنيدة دي. آه والله ألاقي إنه هنيدة أعرف إنه عندها مشكلة وما إلى ذلك بتأثر على إبصارها وعندها مشكلة في المناعة وحاجات زي كده. طيب نقول يا جماعة وإحنا بنتفرج على الحلقة كده أنا وحضراتكم وإحنا بنتفرج على التقرير يا جماعة أتمنى أهو هنيدة أهو بنتنا الكتكوتة هنيدة زي ما قلت لكم يومها كده وجه مصري جميل قمر قمر وموهوبة وعندها إرادة وعندها شخصية وحبوبة. طيب يا جماعة والنبي إحنا عاوزين وأنا حتى قلت نصا كده أتمنى إنه يعني هنيدة تروح تتعالج في جامعة عين شمس وقلت أنا متأكد من إنه دكتور محمود المتيني اللي عمره ما رفض لنا طلب أبدا هيساعدنا في الموضوع ده. ألاقي دكتور محمود المتيني رغم كل الظروف بالمناسبة كل الظروف يستجيب في شوية ظروف كده يعني شخصية تمام يستجيب ويتصل بيا والاقي انه دكتور دينا فاروق ابو زيد بتتصل وتقول لنا يا جماعة احنا ان شاء الله هنبقى جاهزين. معقول الكلام ده؟ طب خلونا الاول نفهم اكتر من مدام نهى والدة هنيدة. ازيك يا مدام نهى؟ الله يسلمك يا استاذ. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله بخير. قولي لي هنيدة عندها ايه؟ هي عندها كيس مية في المخ ضغط على العصب البصري. تمام. هو كان مسبب لها ارتشاح في العين وضعف في البصر. اوكي في حاجة تانية؟ عندها من نقص المناعة بهاء فأنا برضك بعمل لها جلسات أشعة فوق بنفسجية وجلسات ليزر. وإن شاء الله هتقوم وهتبقى زي الفل ولا تقلقي ولا تقلقي. إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. يعني أنا عايزك تفضلي معايا على التليفون علشان احنا هيبقى معانا حالا دلوقتي ايضا على تليفون دكتور دينا فاروق ابو زيد رئيس المركز الاعلامي لجامعه عين شمس. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك وبشكرك سياده النائب استاذ. العفو يا فندم العفو فندم خالص 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 يا فندم. احنا اللي بنشكركم نشكركم على اهتمامكم بابناء مصر من ذوي الهمم وابنائنا الموهوبين. وبصراحه كل ابناء مصر من ذوي الهمم موهوبين. صحيح. زي ما شفنا في فقره حضرتك امبارح بالامس النجمة الجميلة هنيدة. أيوة. وبصراحة فور علم معالي الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بطلب حضرتك بالأمس في البرنامج بشأن متابعة حالة هنيدة هذه الطفلة النجمة الجميلة على الفور أصدر تعليماته للمسؤولين عن مستشفى عين شمس التخصصي باستقبالها ومتابعة حالتها الصحية وعلاجها على نفقة الجامعة على أيدي كبار المتخصصين من أساتذة وعلماء كلية طب جامعة عين شمس. يا رب يخليكوا يا دكتور. احنا مش عارفين نشكركم ازاي يا دكتور دينا ونشكر دكتور محمود وكل الناس اللي موجوده في الجامعه الحقيقه. دايما كده احنا دايما نتقل عليكم دايما نتقل عليكم معلش
احنا جامعه عين شمس بنعتبر ان جزء مهم من دورنا هو خدمه الشعب المصري من خلال الله كليات الله وعلماء في شتى المجالات. هو ده الكلام الحلو. فانا هستاذن حضرتك رقمي مع اسره الاعداد، ممكن تحصل عليه والده هنيده ماشي. وتتواصل معايا ووفقا لتعليمات استاذنا الاستاذ الدكتور محمود المتيني بإذن احنا الله. في انتظارها حالا لو حبت. يا رب يخليكم الف 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 مليون شكر والله. او الموعد المناسب ليها باذن الله، وانا هكون في استقبالها والتوجه معاها للمستشفى، هنتابع حالتها وتتلقى ان شاء الله كل العنايه من اسره المستشفى. الف الف شكر يا دكتور، مش عارف اشكر حضرتك ازاي. كل الشكر ليك يا دكتور دينا، كل الشكر لدكتور دينا فاروق ابو زيد رئيس المركز الاعلامي لجامعه عين شمس، كل الشكر للدكتور محمود المتيني رئيس الجامعه. ارجع بسرعه لمدام نهى. ازيك يا مدام نهى مره كمان؟ الحمد لله. الحمد لله بشكركم والله خالص. اشكري ربنا سبحانه وتعالى، احنا مجرد واسطه خير بس. ايوه خليها تكلمني، خليها تكلمني، انا اللي عايز اكلمها. اهلا 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 هنيده، عامل ايه؟ اسكتي، مش انا شفتك وانتي بترقصي بالتنوره عجبتيني قوي قوي. وانتي شفتي نفسك برضو؟ يبقى يا بختي ويا بختك، احنا الاثنين شفناكي. هنيده ان شاء الله كل الحاجات اللي مضايقاكي ولا تعباكي هنخلص لك عليها خالص، عشان تتمرني بقى براحتك وتبقي مبسوطه وتشوفي احنا شطار في المدرسه ولا لا. اصلا الاجازه دخلت. ماشي، الاجازه دخلت بس جبنا درجات حلوه. انا اصلا لسه هدخل رابعه. لسه هتخشي رابعه، وناويه تطلعي ايه لما تكبري بقى؟ ناويه اطلع مهندسه. اطلعي مهندسه ان شاء الله، احسن مهندسه يا هنيده. شكرا يا هنيده، وهشوفك قريب هنا في البرنامج ضروري. وانا بلعب رياضه وعندي بطوله الشهر الجاي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، شطاره، برافو يا هنيده. وانا نفسي اروح نادي الاهلي والعب سباحه. وعاوزه تروحي النادي الاهلي وتلعبي سباحه؟ ايوه. طيب نمشي لك فيها دي برضه، نحاول يعني. وماله؟ هنحاول نتصرف، لازم الاهل يعني؟ طيب نحاول نتصرف. ماشي يا هنيده. مدام نهى، انا اولا اشكرك جدا، واحنا هنبعت لحضرتك الرقم بتاع دكتور دينا، تواصلي معاها وشوفي الوقت اللي يناسبك. هنا اقدر اقول لك بمنتهى البساطه، يا بخت مصر بولادها الكويسين. اللي مش عايزين وجع دماغ، والله العظيم البلد مش ناقصه وجع دماغ. العالم على راي حميد الشاعري ربنا يديله الصحه، العالم قام. عارفين كان في البوم كده زمان عمله حميد الشاعري اسمه العالم قام، اشعه تهد خلايا الجسم، العالم قام وسم بيمحي حتى الاسم. طيب العالم قايم، فاحنا فعلا مش ناقصين دوشه. مفيش قدامنا حلول على الاطلاق غير ان احنا نقعد نشتغل. نشتغل يعني نشتغل، يعني مفيش تضييع وقت. اولا لازم نتعلم ازاي نظبط جدولنا اليومي عشان وقتنا ما يطرش على الفاضي، ونشتغل بهمه وبضمير، نشتغل بشغف، نشتغل بمحبه. الكل واحد فينا لو اشتغل بما يرضي الله البلد صاروخ صاروخ. طيب خلونا ننتقل إلى موضوع تاني أيضا متعلق بإخواتنا المواطنين، وتحديدا أهالينا أصحاب المعاشات. علشان المعاش بتاعك تقدر تصرفه بالمظبوط في الميعاد المظبوط، لازم تستبدل البطاقة الزرقاء بكارت ميزة، لازم لازم. طيب هنعمل إيه يا يوسف؟ قال لكم لا، العمل مش عندنا، العمل عند ربنا أولا. ونرجع فورا للست اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. أهلا بحضرتك يا فندم، منور كمجرة العادة. الله يخليك، مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء النور. مساء النور يا ست اللواء. قولنا يا فندم، الناس تعمل إيه علشان تستبدل الكروت بتاعتها؟ ولو ما استبدلوش إيه اللي ممكن يحصل؟ هو لو سمحت لي أرجع بس سنة لورا كده، احنا بدأنا من 2021 من بداية السنة، كان عندنا 6.5 مليون مواطن من أهالينا اللي بيصرفوا معاشات بيصرفوا بالكروت الزرق. الكارت الأزرق ده كانت الهيئة عاملاه في 2004-2005 يضمن بس عملية سحب النقدي من منافذ صرف المعاشات بتاعتنا. فضمن خطة الدولة للشمول المالي وتطوير عملية الصرف، قررنا ان احنا ندخل في مبادرة البنك المركزي
لاستبدال الكروت البلاستيك دي اللي هي الزرقاء اللي مع المواطنين الى كروت ميزه. بدانا التنفيذ من اول 2021، خلصنا من ال 6.5 مليون حوالي 5.5 مليون مواطن. حلو. باقي مليون مواطن لسه معاه الكروت الزرقاء دي وبيصرف بيها كل شهر. تمام. الكروت دي صلاحيتها هتنتهي شهر 6 وفي شهر 7، لان مش كلها طلعت في وقت واحد. ماشي. فبنناشد اهالينا، نزلنا اعلانات في الجرايد وفي الاذاعه وفي التلفزيون، نشدنا اهالينا بالتوجه لاقرب مكتب تامينات لمحل السكن. حلو. ومعاه صوره بطاقه الرقم القومي. كويس. يصورها بس قبل ما يجي. هنديله كارت ميزه مجانا بدون اي رسوم، ولا رسوم اداريه ولا الكلام. مفيش ولا رسوم ولا مصروفات، هيستلم الكارت ويروح. مش هيدفع جنيه. حلو. مش حلو. هيدفع جنيه واحد. حلو جدا. هياخد الكارت هيصرف بيه من الشهر اللي جاي. كلام جميل جدا. طيب. احنا عايزين نطمن اهالينا اللي ممكن حد ما يكونش لسه خد خبر بالموضوع، فيروح يقبض معاشه في شهر 6، يلاقي المكنة بتاعت الاي تي ام بتقول له، او الراجل اللي في مكتب البريد او في منفذ الصرف بيقول له اتفضل اتوجه للتأمينات. معاشه ما نزلش. ليه؟ لان البطاقة صلاحيتها انتهت. بقول له صور حضرتك البطاقة بتاعتك وش وظهر، وروح على اي مكتب تأمينات جنب منك، هندي لك كارت ميزة وهنفعل الكارت ده اللي موجود معاك عشان تقبض معاشك في نفس اليوم. حلو قوي. جميل. يعني كده المسألة في منتهى السهولة والبساطة واليسر. طب سيادة اللواء، يمكن جات لي فكرة كده وحضرتك بتتكلم في مسألة ان احنا نحاول نعلم المليون مواطن اللي لسه ما، هل من الممكن ان احنا عن طريق الهيئة القومية للاتصالات يعني بالتعاون معها نبعت رسائل لأرقام التليفونات بتاعة المواطنين دول اذا عندنا داتا بالأرقام؟ بالظبط. يعني احنا بنبادر دايما بكل ما هو جديد. لو ارقام التليفونات المحموله مسجله عندنا، احنا بعتنا رسائل بالفعل لبعض. حلو. الناس وقلنا لهم لو سمحت البطاقه قد تنتهي صلاحيتها يوم 1/6 او يوم 1/7. ايوه. لو سمحت اتفضل روح لاقرب مكتب تامينات ليك. دربنا الموظفين بتوعنا، عمليه استلام كارت ميزه من مكتب التامينات لن تستغرق اكتر من 5 دقائق. ان شاء الله. بس اللي احنا بنطلبه من المواطن ان هو يجي لنا مصور البطاقه بتاعته بس عشان ما يتعطلش. طيب هتقول لي حضرتك في من اهالينا ناس كبار السن. ايوه. ما تقدرش تنزل وتتوجه، وبيدي الكارت او البطاقه الزرقاء دي كان بيديها لابنه يروح يجيب بيها يسحبه. زي ما بيعمل كل شهر، يبعت ابنه على مكتب التامينات وهينتقل موظف من التامينات لمحل سكن المستفيد. أيوه. الأصلي. حلو. ويسلموا الكارت في بيته. 10/10/10 بدون رسوم. حلو قوي الكلام ده. سيادة اللواء، أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي، يعني كل الوسائل للتسهيل على المواطن متاحة مباحة متوفرة. أشكرك جدا 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 يا سيادة اللواء، كل الشكر. سيادة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. جماعة اللي بيسحب الكارت الأزرق الكروت هتبدأ تخلص، يا إما 1/6 يا إما 1/7. في ناس هتجيلها الرسايل لو هم سايبين أرقامهم. طب اللي مش هتجيله الرسالة نقول له تاني، روح حضرتك بدل الكارت من مكتب التأمينات القريب ليك من غير ولا مصاريف على الاطلاق، هتستلم الكارت بتاع ميزه. طيب ايه تاني؟ افترضنا انك انت ما سمعتش اللي انا بقوله وما جاتلكش الرساله وما قريتش الجورنال كل الكلام ده، ورحت تسحب من المكنه لقيتها بتقول لك روح لمكتب التامينات، نفس المشوار، خد بعضك وانت ماشي في السكه صور صوره البطاقه وروح، علشان هتدي لهم الصوره وتستلم الكارت بتاع ميزه وهيشغلوك الكارت مؤقت عشان تعرف تسحب من المكنه المرتب بتاعك. طب افترضنا انه حد كبير، يبقى ابنك اللي بيروح ده بيسحب لك، فهيتقال له كده، هيروح على مكتب التأمينات بيوري لهم بطاقته هو كويس كده، ويكون مصور الصورة برضو في السكة بإذن الله مع صورة البطاقة بتاعت سيادتك، هيروح نازل معايا موظف هيجيلك لحد عندك في البيت برضو بلا أي رسوم أو مصروفات، ويظبط لك الدنيا ويسلمك الكارت الجديد. خلاويص. طيب هنروح لمكتبة اسكندرية. مكتبة اسكندرية امبارح كانت بتحتفل ب20 سنة على افتتاحها.
ومكتبة اسكندرية دي واحدة من أهم المشروعات الحقيقة اللي اتعملت في مصر. إن كرهتوهم إن ما كرهتهمش قولوا الحق، واحدة من أهم المشروعات الحقيقة، أقدر أقول كده وأنا ضميري مستريح، لأنه بتقدم خدمات ثقافية وتعليمية ومعرفية واسعة النطاق. المكتبة بيترأسها حاليا دكتور مصطفى الفقي صديقنا العزيز أستاذنا الكبير، وهيحصل الاحتفال بكرة بإذن الله، عروض موسيقية طبعا. أمس الأسف حصل الله عروض اتفتحت امبارح، صحيح هو امبارح كان العيد، اتعمل بقى عرض موسيقي رفيع المستوى، عدد من كلمات هنحاول ان احنا نسمع لكم ولو جانب منها، نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام. المكتبة بتمر بمرحلة تاريخية جديدة منذ إنشائها من 20 عام. احنا خلينا أقولك ان من 20 عام انشأت المكتبة بعد انقطاع 20 قرن، فده أمر هام جدا. المكتبة مكتبة اسكندرية منارة العلم والثقافة والفنون والعلوم، وهي بتمزج بين الفكر والعلم معا. مكتبة اسكندرية خلال السنوات الأخيرة وفي عهد الدكتور مصطفى الفقي أصبح فيها التحول الرقمي لخدمة أولادنا وشبابنا، بحيث أن المكتبة أصلا فيها أكثر من 1,000,000 كتاب في جميع الفنون والعلوم والثقافة. أنا عندي بعض المقتنيات التاريخية من كسوة الكعبة، وقلت ان انا بدل ما احتفظ بيها وانا اتمتع بيها اهدي مكتبة اسكندرية ستارة كاملة لباب الكعبة، ودي من القطع النادرة ما يقرب من 220 عام، ولكن كلنا لما رحنا السعودية وشفنا الكعبة الستائر اللي موجودة من 100 سنة تقريبا كلها حرير اسود ومطرزة بخيط الذهب او الفضة ومنها المذهب. لعلك رأيت حفيدة الفنان القدير شفاه الله عبد الرحمن ابو زهرة الذي انجب ابنا فنانا وحفيدة فنانة معترف بها حتى في اوروبا كلها، عازفة الكمان طفلة 13 سنة. وأيضا لعلك رأيت فرح الديباني التي قبل يدها رئيس جمهورية فرنسا يوم انتخابه عندما غنت النشيد الوطني الفرنسي، اختيار مغنية مصرية تعتز بمصريتها جدا لهذا الأداء، يؤكد قيمة مصر ومكانتها كقلعة للحضارة في البحر المتوسط. البحر المتوسط بحيرة الحضارات كلها، الحضارة الفرعونية والإغريقية والرومانية والعربية الإسلامية إلى آخره، ولذلك مصر تتيه على غيرها بهذه المكانة. نحن مركز التصدير الحقيقي للقوى الناعمة في المنطقة كلها، العربية والإفريقية والإسلامية والدولية. جزء صغير بعمله في أول حفلة كده بالنسبة 20 سنة على المكتبة، ويعني ده كان زي دعوة كريمة يعني، علشان أنا اللي افتتحت المكتبة من 20 سنة في نفس المكان ده وفي نفس الوقت ده، فيعني كان في كده أحاسيس مختلفة ومتضاربة يعني ما بين التذكر والسعادة، والمكان جميل ويعني الواحد قضى فيه سنين طويلة. أنا أصلا أنشأت مركز الفنون واشتغلت هنا 10-11 سنة، فيعني كانت لفتة ظريفة وجو جميل الحمد لله. شعوري بالمشاركة دايما فخورة بأي حاجة بعملها في بلدي يعني، والبلدي والاسم وتاريخ بلدي دايما. المشاركة الصراحة كانت مهمة جدا، لأنه يوم احتفال بإعادة إحياء مكتبة اسكندرية العريقة بتاريخها العظيم، منارة للثقافة والعلوم، وفي بلد وفي بلدنا ومدينة اسكندرية الجميلة يعني، مدينة سيد درويش وتوفيق الحكيم ويوسف شاهين يعني. فطبعا أنا سعيدة جدا بوجودي النهاردة وكمان مع زملائي الموسيقيين العالميين زي الـ
البيانيست العالمي رامز ياسا والمايسترو نير ناجي. انا مبسوطه جدا ان انا جزء من احتفال المكتبه بعشرين سنه. المكتبه اسكندريه بتمثل لي زي بيتي التاني، يعني انا من اسكندريه وبدايتي كلها وكل بدايه الغنى يعني حفلاتي كلها كانت في اسكندريه، فبالنسبه لي ده حدث مهم قوي ان انا يعني سعيده ان انا جزء بيه وجزء منه، فخوره ان انا جزء منه، ومبسوطه اني غنيت اغنيه اول مره اغنيها باليوناني. طبعا مكتبه اسكندريه وتاريخها واسكندريه نفسها واليوناني ده في يعني علاقه جامده جدا، فدي بالنسبه لي كان برضو حاجه يعني بالنسبه لي بتعني لي حاجه شيء يعني كبيره بالظبط. احتفالية بصراحة حلوة حلوة يعني. طيب خلونا نروح لموضوع اعتقده برضو مهم جدا، يعني زي ما موضوع المعاشات ده بيهم 6.5 مليون مستفيد، زي موضوع الاعارات والاجازات اللي هي بدون مرتب، عاملين لك واخد اجازة بدون مرتب، هي دي بالظبط كده. فمهم جدا ان احنا نحاول نفهم القرار الاخير بتاع مجلس الوزراء اللي وافق على اطلاق مدد الاعارات والاجازات بدون اجر. معانا على التليفون معالي الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير. اهلا وسهلا يا استاذ يوسف. مساء النور يا استاذ سفيرة. والنبي احنا مهم عندنا ان احنا نفهم الناس اكتر على القرار اللي صدر من مجلس الوزراء والخاص بمد الاعارات. هل كان هذا القرار موقوف او محدد المدة قبل كده؟ طيب احنا كان عندنا الحقيقه الكثير من المناسبات والاستغاثات في عام 2018 من العاملين في الخارج اللي هم زي ما حضرتك ذكرت واخدين اجازات او عاملين اعارات وهم بيشتغلوا او على درجه وظيفيه في الجهه الحكوميه اللي عاملين فيها. والحقيقه انه في عام 2018 ابتدت هذه المناشدات انه من فضلكم سيبونا في الخارج، انا عندي قرض، انا عندي ولاد في المدرسه، انا عندي قسط عربيه، انا ما ينفعش انزل دلوقتي، لانه كانت بعض الجهات الحكوميه قالت لهم يا تنزل يا تستقيل. ابتدينا نشتغل مع طبعا التنظيم والإدارة دكتور صالح الشيخ ووجه له كل الشكر، وايضا المستشار شريف الشاذلي في مستشاري رئيس مستشاري دوله رئيس مجلس الوزراء، ازاي ان احنا نشتغل على قرار باطلاق اجازات المصريين في الخارج اللي هم داخل يا استاذ يوسف نطاق قانون الخدمه المدنيه. وفعلا عملنا هذا المجهود وتم إصدار هذا القرار بعد تمريره على كافة الوزراء. جينا بعد كده اكتشفنا إن في مصريين شرائح أخرى شغالين في شركات أو جهات حكومية ولكنها غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية. يعني على سبيل المثال أنا بشتغل في شركة مية أو بشتغل في شركة الكهرباء أو أنا في إحدى المؤسسات الصحفية القومية، فأنا دلوقتي مش داخل في القرار اللي انتوا عملتوه في 2018. ابتدينا ايضا ان احنا نشتغل على هذه الشريحه الى ان تم صدور القرار النهارده، وبشكر الحقيقه دوله رئيس مجلس الوزراء على مساندته لهذا المجهود اللي حصل، وايضا تكليفات القياده السياسيه بتلبيه احتياجات المصريين في الخارج. دايما بقول انه الجمهوريه الجديده بتضع المواطن المصري سواء في الداخل أو في الخارج على قائمة أولوياتها. القرار ده طلع علشان مصلحة المواطن في الخارج، أسرته، حالته الاجتماعية، ولاء وانتمائه للدولة، إن هو يشوف إن الدولة دي التفتت إلى احتياجه واستغاثاته ومناشداته. قدرت إن أنا أقول له لا، إحنا شايفينك كدولة، إحنا هنراعي هذا، وإنت ممكن إن أنت تستمر في أجازتك من النهاردة هذا القرار ولمدة 5 سنوات وقابل للتجديد بعد 5 سنوات، هنشوف احنا فين. السبب الثاني هو بالتأكيد وزي ما حضرتك عارف انه اعلى مصدر للعملة الصعبة هم المصريين في الخارج. طبعا. فبالتأكيد انه انا كمان لازم كدولة وفي ظل الازمة الاقتصادية العالمية ان انا احافظ على حصيلتي الدولارية. فإذا في المقام الأول مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته طبقا لتكليفات القيادة السياسية،
والموضوع الآخر هو المحافظة على حصيلتي الدولارية من هذه الشرائح. طيب الناس اللي واخدين درجات سواء بقى في قانون الخدمة المدنية أو اللي خارج قانون الخدمة المدنية ما هو واخد درجة. الدرجة دي هنعمل فيها إيه؟ كان الحقيقة رد دكتور صالح الشيخ يعني بيلبي السؤال ده أو بيرد عليه، إنه الدولة دلوقتي بتقدر إن هي تعمل عقود مؤقتة للي عايز يشتغل على هذه الدرجة، لا يتم التعيين ولكن يتم التعاقد معه لشغل هذه الوظيفة لغاية لما صاحب هذه الدرجة إما فعلا إن هو يستقيل أو إن هو يرجع مرة أخرى إلى دولته. وبالتالي إحنا بنشغل الناس حتى اللي هنا في هذه الدرجات الوظيفية. كويس جدا. في الحالة دي بيسري عليهم جميعا نفس الشروط القانونية اللي كانت سارية قبل كده، هو اللي بيسدد تأميناته إلى آخره. لكن هل في زي معايير أو شروط معينة للتجديد لمدة 5 سنوات ولا هي مفتوحة للكل؟ خلاص هي مفتوحة دلوقتي يا أستاذ يوسف، يعني إحنا عملنا القرار النهاردة قرار واحد بقى، قرار يضم جميع الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. حلو. وفي نفس القرار جميع العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الخاضعة لقانون رقم 61، جميع العاملين بشركات القطاع العام الخاضعة لقانون 48، برضو الخاضعة لقانون 203، جميع العاملين بالشركات المملوكة بالكامل للدولة وجميع العاملين بالشركات التي تملك منها الدولة حصة حاكمة. وبالتأكيد ودي الشريحة بقى اللي جاية دي كانت يعني أكثر المناشدات جاية منها، جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية. فده هذا القرار بياخد القرار بتاع 2018 اللي هم داخل قانون الخدمة المدنية وبياخد أيضا خارجها. حلو قوي. طيب أخيرا يا فندم، دلوقتي فلان الفلاني خد أجازة بتاعته وسافر وبيشتغل وده شيء رائع وعظيم جدا، وبيحافظ على الدرجة الوظيفية بتاعته وبينال درجاته الوظيفية في المدد الطبيعية بتاعتها، فليكن كل 3 سنين كل 5 سنين بياخد الدرجة الأعلى. في حال عودته للخدمة هل هيبقى من حقه أنه يتقلد المركز القيادي على سبيل المثال إذا كان ده متاح ولا لأ؟ أنا أقول مش من حقه، لأنه في 2، في واحد هنا وفي واحد بره. اللي بره اختار أنه ربنا يوفقه ويشتغل ويكسب فلوس، واللي هنا اختار أنه هيكمل في السلك بتاعه زي ما هو. أحترم رأي حضرتك ولكن أنا كوزيرة للهجرة ما أقدرش أرد على هذا السؤال. أوكي. إنما بيقدر يرد على هذا السؤال طبعا دكتور صالح الشيخ. إنما يعني ملفي هو تأمين بالتأكيد وتلبية احتياجات المصريين في الخارج فيما يتعلق باستخفافهم، المحافظة على حصيلة الدولارية للدولة من المصريين في الخارج. إنما مثل هذه الأسئلة بالتأكيد أصل هم هيستغيثوا بحضرتك بعد شوية يا معالي الوزير، يعني هيجي يقولوا أصل احنا مش عارفين أخد، أنا راجع مصر وعاوز أبقى مدير عام بقى. لا احنا عايزين إن احنا في هذه المرحلة اللي احنا فيها وبدأ من خلال برنامج حضرتك أي حد من هذه الشرائح اللي لما يجي يجدد الأجازة بتاعته ويجد من الصعوبة أو المشاكل، لأنه ممكن جدا في جهة ما موظف يقول له لا والله احنا ما نعرفش حاجة في القرار ده، انه من فضل هذا المواطن ان هو يقدر ان هو يخاطب وزاره الهجره عن طريق مكتب الشكاوى. زي ما الحقيقه احنا اخذنا هذه الاستغاثات والمناشدات، احنا ارضا بناخد اي استغاثات او مناشدات في عدم تنفيذ هذا القرار. عظيم جدا. طيب لو هو عاوز يخاطب وزاره الهجره بيخاطبها ازاي يا فندم؟ بيخاطبها على الواتساب بتاع الوزيره، بيخاطبها على ايميل الوزاره، بيخاطبها من مكتب شكاوى الوزاره، الخط الساخن، الويب سايت بتاع الوزاره. عايزه اقول لحضرتك انه هذا القرار وصدوره والجهد اللي اتعمل من وصول المواطن الى وزاره الهجره. عظيم جدا جدا جدا، جهد مبذول كبير جدا ومشكور جدا يا معالي الوزير. اشكرك. الف الف شكر حضرتك سياده السفيره نبيله مكرم وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين بالخارج. بصراحه انا عارف القصه دي بتحصل في بعض الأحوال،
يعني انا كان تخوفي بس انه هتحصل استغاثات مستقبليه، يعني انا بس بقدم من دلوقتي ان احنا لازم يبقى في عندنا خط واضح. انا واحد من الناس في مرحله من المراحل كنت بشتغل في مكان ما واخد منه اجازه بدون مرتب، وبعد كده اثرت انه انا عايز اكمل في العمل الخاص او في القطاع الخاص لو صح التعبير يعني، فخلص كده انا عاوز انهي العلاقه دي تماما، اللي هي ان انا ابقى موظف في منشاه من منشات الدوله، انا حر. طيب لكن بالمناسبه ده رايي من وقتها اللي انا اقوله لكم دلوقتي، فلان الفلاني خد الاجازه وميت فل و14 وبيشتغل وبيقبض ومبسوط وحلو قوي. طيب زميلي ما خدش الاجازه وقاعد بيشتغل في نفس المكان بتاعه وما بيقبضش بالتاكيد المبلغ اللي انا بقبضه بقى، صح كده؟ هو اثر ان هو يفضل موجود هنا ولا يسافر الاعاره ولا 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 ولا. طيب احنا الاثنين دلوقتي خدت قرار انا مثلا هرجع مصر تاني، احنا الاثنين نفس المسار الوظيفي، احنا الاثنين على نفس الدرجه، واحد هيبقى مدير الاداره دي بالفعل، تفتكروا كده نختار مين؟ اكيد الراجل اللي فضل قاعد، لان اللي بره مش معقول يجمع الحسنيين يعني بالمنطق. على كل هو نقاش تشريعي ولائحي، لكن توجب الاشاره والتنويه ليه من دلوقتي عشان بس نبقى عاملين حسابنا. في ناس مزاجها كده، انا عايز اكوش على كل حاجه. خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. تستمر الحاجات اللطيفة الجميلة الظريفة جدا اللي بتحصل في بلادنا. الهيئة العربية للتصنيع، وهي من هي الهيئة العربية للتصنيع؟ غنية عن التعريف، واحدة من أهم قلاعنا المصرية الحقيقة، بتشارك في أول معرض مصري لإعادة إعمار ليبيا. لا تفاصيل، معانا على التليفون المهندس ضياء عبد الفتاح رئيس قطاع التسويق بالهيئة العربية للتصنيع. أهلا بحضرتك يا فندم. بحضرتك يا فندم، ده احنا متشرفين. المشاركه في المعرض المصري لاعمار ليبيا، احنا عايزين نعرف الاول ايه هو المعرض ده يا فندم وهيقوم بايه، ومشاركه بالتاكيد الهيئه هتبقى في اي اطار؟ بالنسبه فندم المشاركه في معرض مصر لاعاده اعمار ليبيا في مدينه طرابلس من فتره من 23 27 دي نتيجه توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضروره القيام بدورها الوطني لدعم دوله ليبيا الشقيقه. عظيم. لانها بتمثل العمق الاستراتيجي الغربي لمصر. وده فندم انطلاقا في عمق العلاقات المصريه الليبيه لتعزيز ودعم الامن القومي للبلدين. طبعا حضرتك عارف ان الهيئه العربيه للتصنيع تعتبر احد اهم الاذرع الصناعيه للدوله المصريه. طبعا. ودورها الكبير في الصناعات الاستراتيجيه. صحيح. بتشارك معاها بكافه شركاتها ومصنعاتها. بمصانعها كلها اللي بتساعد على انشاء بنيه تحتيه قويه، طبعا بالاضافه الى جميع الشركات والقطاع الخاص بتشارك معانا، وهتشارك بمنتجات كثيره جدا اللي هي عملت طفره في الفتره الاخيره المشروعات القوميه، ومنها المحطات معالجه المياه بانواعها المختلفه سواء التنقيه او معالجه صرف الصحه او التحليه او معالجه مياه الابار. برضو بالمنتجات بتاعتنا الاخرى المواسير البولي اسيدين والبي في سي بالاقطار المختلفه، ودي لمد شبكات المياه والغاز. بالاضافه للعدادات الذكيه، انا بقول لحضرتك المجالات اللي بنشارك فيها اللي احنا فعلا شاركنا بها في البنيه التحتيه في مصر، العدادات الذكيه في مجال المياه والكهرباء والغاز. العربات المجهزه بانواعها المختلفه، المطافي، اسعاف، النظافه، بالاضافه الى كشافات الاضاءه واللمبات الليد، طبعا بالاجهزه الكهربائيه سواء التابلت او اللابتوب. حلو جدا. بالنسبه برضه بالاضافه الى المعدات الطبيه سواء السرير الطبيه انواعها المختلفه، اجهزه التنفس الكامله، الشرايح والمفاصل الصناعيه الطبيه. طبعا احنا انشانا برضه المصنع الحديث في مصر، اللوحات المعدنيه اللي هي خاصه بالمر العربات، ودي برضو ان شاء الله هندعم بيها دوله ليبيا الشقيقه. وده بالاضافه يعني المنتجات اللي هنظهر بها هناك ان شاء الله هتبقى موجوده هناك، بالاضافه الى ان في وفود من وفود ليبيا وزير الصناعه الليبي
كان جه وبص على إمكانيات الهاء بالتصنيع عشان ندعم الصناعات المصانع وتطوير المصانع اللي توقفت الفترة اللي فاتت. عظيم وده عظيم. إن شاء الله فندم يعني زي ما حضرتك عارف الهيئة العربية للتصنيع الحديثة في جميع مجالاتها، المشروعات القومية اللي اتنفذت في توقيتات قياسية، كل ده بيدي انطباع، والأخوة الليبيين جم وشافوا بعينيهم إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع. والله يا فندم احنا طول عمرنا حتى من وانا صغير من قبل ما انا حتى اتولد، يعني انا عندي 47 سنة، فكانت الكلمة دايما اللي يتكلم عليها المجتمع المصري يقول لك هات كذا ده بتاع الهيئة العربية للتصنيع، فبتبقى علامة جودة ومتانة يثق فيها الجميع. ده بقى هيخلينا يا فندم التوجه اتفضل. لا يا فندم اتفضل يا فندم كمل كلامك يا فندم. وده فندم التوجه الرئيسي للسيد رئيس الهيئة ان تفعيل التصنيع والاستفادة بالإمكانيات الذاتية والاعتماد على زيادة، ودي ظهرت جاليا في اللي هي الكورونا اللي ظهرت أخيرا أو الحرب الأوكرانية، كل ده لازم نعتمد على أنفسنا في الصناعة، وهو ده التوجه الرئيسي للدولة بالكامل. أيوة. نعتمد على أنفسنا وقوي التصنيع المحلي بتاعنا. ده كلام أكتر من عظيم. الرئيس عمل توجيهات متعلقة بتوطين الصناعة وما إلى ذلك. هل أقدر أقول أنه ينفع أخد مثلا خبر كده أو سبق لطيف ممكن يبقى لسه بيدور داخل هيئة العربية؟ المؤتمر الأخير اللي احنا شفناه لرئيس الوزراء اتكلم فيه على تصنيع سيارات كهربائية في مصر، هل الهيئة هتبقى شريكة في تصنيع السيارات الكهربائية في مصر وتشارك بطبيعة الحال في إعلاء راية الصناعة المصرية؟ ده للتوجه الرئيسي لهيئة التصنيع، وشغالين فعلا مع احد الشركات، مع كثير من الشركات الاجنبيه. عظيم. لتوطين هذه الصناعه، وبالفعل بدانا بالفعل بنادينا فيه، وان شاء الله في خلال ايام قليله او شهور قليله هيبقى في منتج مصري بيعتمد على الكهرباء او الاستخدام الطاقه الجديده والنظيفه بعيدا عن الوسائل اللي هي بتؤدي الى البيئه وتاثر البيئه. طبعا يعني شغالين في مجالات كتير جدا برضو يا استاذ حسيني. اتفضل. بالنسبه للحاجات الاستراتيجيه برضو الطبيه شغلنا في الشرايح المعدنيه والمفاصل الصناعيه، وده اول مصنع في الشرق الاوسط ينشا بالتعاون مع شركات المانيه حديثه، وده بتوفر العمله الاجنبيه وبتوفر كتير جدا وبتعمل نقله تكنولوجيه كبيره جدا على في جميع المصانع عندنا. ده شيء أكتر من رائع، يعني عندنا أكبر مصنع في الشرق الأوسط لصناعة أطراف ومفاصل صناعية، ده من ناحية، ومن ناحية تانية قريب هنشوف عربية جديدة من الهيئة العربية للتصنيع تستخدم الطاقة النظيفة. النظيفة، وده برضه هلا حضرتك كان عندنا شركة اسمها شركة، وشغلنا في هذا الموضوع من زمان، شركة الطاقة المتجددة، وبتستخدم أيوه. الألواح الشمسية وبالإضافة إلى طاقة الرياح، يعني الهيئة كان لها بعد استراتيجي بيأكد هذا الموضوع من بدري على استخدام الطاقة النظيفة. ده احنا كده بقى فندم لازم نيجي لحضراتكم ونصور ونبقى مبسوطين ان احنا بنعمل شيء لطيف لهيئتنا. لا شرف عظيم ان حضرتك تشرفنا، وبقول لحضرتك احنا طبعا بيجي لنا وفود عربية واجنبية مبهورة بالاداء طبعا بمصر كلها بتطور في جميع المجالات المصرية طبعا. بالاضافه الى المصانع بتاعتنا التحول الرقمي، وبيشغلين في مجالات كبيره جدا، بقول لحضرتك ان شاء الله في الفتره القادمه هتشوف منتجات بإذن مصريه 100% ان شاء الله، وهتوفر العماله هنا في مصر وهتوفر كثير من العمله الاجنبيه باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا فندم، كل الشكر لحضرتك. مهندس ضياء عبد الفتاح رئيس قطاع التسويق بالهيئه العربيه للتصنيع. احنا الجيل بتاعنا كده بالمناسبه ده الجيل اللي كبر على منتجات الهيئه العربيه للتصنيع، اللي سمع دايما ابوه وامه مثلا تيجي تقول له اصل مش عارف البوتاجاز يقول لك لا ده بتاع الهيئه العربيه، اللي هو ما فيش فيها هزار، ده المروحه ده الهيئه العربيه للتصنيع، فيش هزار، معروفه دي. فكنت البوتاجاز الابيض دي معروفه، دي عزيمه معروف، بوتاجاز ابيض باتنين عين، بوتاجاز ابيض باربعه عين، مفهومه دي. وفي البوتاجاز بتاع المصايف اللي هو بيتشال ويتحط ده، اللي هو بيشتغل لحد دلوقتي ما بيبوظش، والبوتاجاز الابيض ده موجود لحد دلوقتي ما بيتبوظش. يعني امي على سبيل المثال عندها البوتاجاز الابيض ده حتى اللحظه دي ما بتستخدموش، بس هو ما باظش. طب ماما انت محتفظه بيه ليه؟ تقول لك ايه، يمكن نحتاجه افرض في عزومه حاجات كده، يبقى مشغلين كل وسخنا الهيئه العربيه. دي حواديت
بالمناسبة هناك عربيات فاخرة هي إنتاج العربية للتصنيع، ما أقدرش أقول لك اسمها لأن ده يبقى إعلان واضح وصريح. أنا بالنسبة لي رائع جدا مسألة إنتاج مركبات هتكون متوفرة قريبا تستخدم الطاقة النظيفة على كل. فعلا أنا يعني أشجع جدا زملائي إن احنا نشتغل على إن احنا نطلع على مقر الهيئة العربية، ده مش بعيد قريب يعني طريق السويس، نطلع هناك ونعمل بقى إيه حلقة كده إيه ولا أجمل ولا أعظم ولا أفضل. خلونا نروح لوزارة الصحة المصرية. وزارة الصحة يا سادة يا كرام جابت أحدث بالمعنى الحرفي أحدث كاميرا في العالم للكشف عن عيوب الشبكية بين الأطفال. دي بقى الوحدة الظاهر بتاعت الكاميرا ولا إيه؟ طبعا العبد لله ما يفهمش في الحاجات دي قوي. لا ده احنا نحاول بقى عايزين نفهم. خلونا طيب ناخد معانا على التليفون دكتور محمد فوزي رئيس هيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ أهلا بيك. تمام والله الحمد لله. فندم كلمنا على مسألة أحدث هي فعلا أحدث كاميرا ولا أنا ببالغ؟ لا هي فعلا أحدث موديل من هذه الكاميرات على مستوى العالم والأولى في مصر اللي نزلت، ودي احنا جبناها في مركز طب وجراحة عيون الاطفال اللي احنا عاملينه. حلو قوي. في معهد الرمد التذكاري التابع لينا، وده هو المركز، ده هو المركز الوحيد على مستوى وزارة الصحة ويمكن الشرق الاوسط كمان اللي متخصص في امراض وجراحات عيون طب الاطفال ومكتمل كل الاركان من حيث التشخيص والتدخلات الجراحية. طب ده حاجة عظيمة جدا. الكاميرا دي سعرها قد ايه يا فندم تقريبا اذا الرقم عند حضرتك؟ في حدود 3 مليون. ده كان قبل التغيرات في العملة. معلش يا فندم انا مش سامع، استأذن حضرتك تقول لي الرقم تاني. 3 مليون ده 3 مليون قبل تغيرات العملة. 3 مليون قبل تغيرات العملة. طيب هل من الكاميرا دي بتبقى بس موجودة في المركز ولا من القابل انه لو تم احتياجها في مكان اخر من مستشفيات وزارة الصحة يتم نقل الكاميرا دي الى هناك، او انه قد يكون في الخطة شراء كاميرا اخرى؟ لا هو الحقيقة الكاميرا دي عشان امكانياتها كبيرة فهي دي كاميرا مرجعية، فدي موجودة ثابتة في المركز، لكن احنا عندنا اربع كاميرات على احدث طراز برضو. عظيم. متنقلين، ودول اللي بنستخدمهم في الفحص القاع العين بالنسبة لأطفال حديث الولادة اللي عندنا في الوحدات بتاعة الأطفال المبتكرين اللي في المستشفيات بتاعتنا، أو لو لجأت لنا احدى مستشفيات وزارة الصحة فبنفحص الأطفال فيه. ده شيء رائع جدا. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور محمد فوزي رئيس هيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان. احنا رايحين فاصل، بعد الفاصل هيكون معنا فقرتنا الرئيسية يا ولاد، ولا لسه عندنا شوية اخبار نقدر ندردش ونأزأز؟ عايزين نتكلم مع الناس عن موضوع العربيات واستقرار الاسعار وعدم استقرار الاسعار والتجار والموزعين والاوفر برايس واللي منه. يعني هنروح المهرجان كان الاول ماشي، هنروق على حضراتكم بمهرجان كان وبعدين نروح على موضوع العربيات. فاصل. والله يا جماعة أنا كان نفسي إن احنا نتكلم على مهرجان كان يعني، بس حضراتكم عارفين احنا كنا بنتصل بالفعل بكاتبنا وناقدنا الكبير أستاذ طارق الشناوي، بس على ما يبدو هو مشغول في شيء ما لأنه ما بيردش علينا في اللحظة الراهنة، لكن احنا هنحاول نتابع معاه قدر الإمكان، نتكلم شوية على فعاليات المهرجان، بنحاول نتصل بيه إذا وفقنا في الاتصال يبقى خير وبركة. لكن هروح بيكم على مصطلح مش عارف إذا كان ده اخترعوه زملائي في الإعداد ولا ده مصطلح معروف، يعني أظن اختراعهم، الذهب الأحمر. طب إيه الذهب الأحمر ده؟ أنا على أيام الذهب الأحمر ده اللي هو عيار 18 ده اللي أنا أعرفه. قالك لا، الذهب الأحمر ده يا جماعة هو القوطة الطماطم، بس إيه بقى؟ المجففة. تصدق وتؤمن بالله أنا أول مرة أعرف إن مصر بتصدر طماطم مجففة، والله العظيم أنا بكلمك بجد، وده بالنسبة لي خبر كويس جدا. أولا عشان التصدير، اتنين ده معناها إن أنا عندي الكفاءة والخبرة اللي تخليني أعرف
أجفف الطماطم يعني أجفف المحصول، وكمان عندي أسواق بعرف أصدر ليها، وبالتالي نقدر نشتغل على ده أكتر وأكتر. ليه لأ؟ تجفيف الطماطم في الأقصر وإسنا تحديدا، يعني تقدر تقول لوحة فنية زراعية اقتصادية تصديرية أكتر من رائعة. معانا على التليفون المهندس عبد الكريم دياب المسؤول عن مشروع التجفيف في إسنا. أهلا بيك يا باش مهندس. ألو، وفقد الاتصال مع المهندس عبد الكريم دياب. هنحاول ان احنا نعاود الاتصال بيه مره تانية. وانا بتكلم الحقيقه مع زملائي الاعزاء، هم بيستعرضوا عليا او بيعرضوا عليا الخبر وبنتكلم فيه، قلت لهم نفس الكلام اللي انا بقوله، قلت لهم احنا في مصر بنصدر طماطم مجففه؟ قالوا لي اه. بعض من زملائي قالوا لي ده احنا بنصدر طماطم مجففه لبعض البلدان الاوروبيه، وعندنا اسواق بتتفتح او اتفتحت بالفعل مع ايطاليا واسبانيا. خد بالك ايطاليا بالذات من اكبر منتجين الطماطم المجففه ومصدرينها على مستوى العالم، بيصدروها لكل حته في الدنيا. كون انها بتتصدر من عندنا لهناك ده حدث. طيب خلونا ناخد معانا المهندس عبد الكريم دياب المسؤول عن مشروع تجفيف الطماطم إسنا الأقصر. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا باشمهندس، ازاي الصحه؟ كله تمام الحمد لله. تمام والله. احنا بنصدر طماطم مجففه فعلا؟ اه طبعا. ده ايه الخبر الرائع ده؟ لا احكي لي الحدوته دي من اولها، احنا بقالنا قد ايه بنصدر طماطم مجففه؟ احنا بقالنا 5-6 سنين، من 2011 كان الاول بدايه كده تدريبيه، بعد كده 2012 كانت العمليه خفيفه قليله السوق الايطاليه، بعد كده ابتدينا ايه ندخل السوق بتجلينا بقى ايطاليا والبرازيل والدول الاوروبيه الثانيه. حلو قوي 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 قوي، يعني احنا بنصدر طماطم لايطاليا؟ اه طبعا. ده يعني حضرتك اكيد سيد العارفين، يعني ده هم بيصدروا طماطم مجففه للدنيا واحنا بنصدر لهم؟ اه بنصدر لهم. طب ده شيء رائع، شيء رائع ما شاء الله. احنا بنصدر قد ايه كل سنه تقريبا يا فندم؟ احنا الاول كانت الكميات قليله، يعني احنا طبعا ما بنوفيش بالسوق، يعني كان الاول ابتدينا بحوالي 20 طن، بعد كده ابتدت 60، بعد كده زادت ب 120 طن. السنه دي الحمد لله يعني احنا واصلين لحوالي 150 طن طماطم مجففه. حلو جدا. هل احنا حق التصدير بتاعنا بنودي المنتج بتاعنا في حاله او في شكل بضائع جمله ولا للاستخدام المباشر للمستهلك على طول؟ يعني مجففه ومعبئه تعبئه صالحه للبيع داخل المتاجر والسلاسل ولا لتجار الجمله الايطاليين مثلا يعني؟ لا هم ايطاليا بياخدوا عندنا شكلين. يعني ياخدوا شكل ان هم يعيدوا تصنيعه تاني، يعيدوه تاني يعني يعملوا له اعاده تصنيع ويصدروه هم بمعرفتهم من امريكا مثلا. ايوه. يعبوه في عبوات نهائيه. ايوه. وفي احنا جزء تاني بيروح على طول للاستهلاك الجاف، يعني طماطم جافه معباه في اكياس وهم بيستخدموها على طول عندهم. البرازيل بياخد للاستهلاك على طول ده عنده، يعني ما بيعيدش تعبئاتها تاني، لا هو بيستهلكها عنده كبرازيليين. اكياس وعبوات صغيره صالحه للاستخدام الفردي على طول. طيب انا برضو احب افهم الطماطم المجففه دي لما بشوفها في المحلات ولا السوبر ماركت في مصر ولا بره مصر الاقيها محطوطه في برطمانات زجاجيه ومنقوعه في زيت زيتون. اه طبعا. طيب احنا بنعمل كده ولا لا؟ اه احنا بنعمل دلوقتي بس على خطوات قليله، يعني ما لسه ما توسعناش في المجال ده. هو في بعض الشركات عندنا هنا في مصر ابتدت تاخد الفكره دي كويس جدا وتصنعها. جميل. تصنيعها احنا ناخد الفكره التصنيعيه بتاعتها، طماطم جافه، زيت زيتون، بعض الحاجات يعني زي الثوم والبصل. أيوه. معاها ومعها بعض البهارات بقى اللي احنا ايه ورق لوري حاجات زي كده حسب الطعم اللي احنا عايزينه يعني. ماشي. وتتعبى في زيت الزيتون. حلو قوي. طب لو احنا عايزين زيت زيتون ومفيش ممكن نعبيها في زيت عباد الشمس اللي هو برضو بس بنحط لها شويه حبات سمسم اضافيه قليله. جميل. وبتبقى منتج رائع وبصراحه موجود، لكن كشكل مصريين احنا يعني لسه كمان ما ابتديناش
يعني نستطعمها للدرجه دي، يعني لسه ما قبلناش عليها. أيوه. لكن هي بره مكسره الدنيا طبعا، والحمد لله كويسه جدا، وبعد كده هي بتعمل توازن في السوق وليها كذا كذا ميزه. أيوه. وممكن احنا حاليا كمان بنعيد تدريب السيدات في البيوت ان هم يستغلوها، عشان اوقات بيحصل عندي الفصل بين العروتين، بين عروات الطماطم، وبتبقى الطماطم غاليه، فاحنا لما هي تجفف في البيت بيبقى عندها مخزون من الطماطم تستخدمه عند ارتفاع الاسعار. حلو الكلام ده، ما يبقاش يعني تبقى هي عندها كده. ده كلام رائع. وبرضه احنا ابتدينا نخلي كمان خريجين الجامعه بتوع كليه الزراعه، بندرب احنا جامعه جنوب الوادي بخنا، جامعه جنوب الوادي باسوان، في تعاون مثمر معانا بيننا وبينهم، بيجيبوا الطلبه وروهم يدربوهم عندنا برضو كله. طيب ايه اللي مطلوبه يا باشمهندس عبد الكريم علشان نتوسع في المزيد من تصنيع الطماطم المجففه وتعبئتها بشكل برضو حلو، اللي هي البرطمانات الزجاجيه وزيت الزيتون وما الى ذلك، وبالتالي نقدر نحط قيمه مضافه اعلى تكسب اللي بيصدر، وفي نفس الوقت تدخل عملة صعبة للبلد، وفي نفس الوقت بتدينا برضو سمعة طيبة في مجال تصدير المنتجات الزراعية والغذائية. إيه اللي مطلوب من الدولة أو اللي مطلوب بشكل عام علشان المشروع يبقى أكثر سهولة على حضراتكم؟ هو المطلوب الخطوة النهائية اللي هي التعبئة. يعني احنا طبعا احنا محطات فرز بنعبي كويس جدا وبنفرز وبنفرز درجه اولى ودرجه ثانيه. حلو. لكن في حاجه في خطوه لسه اللي هي ايه، المصانع بقى زي ايه مثلا، زي مصانع الصلصه، بدل ما هو يتجه للصلصه، لا انا عايز يتجه لتعبئه الطماطم الجافه عنده، ويفتح زي ما نقول فاترين في السوق الخارجيه. ايوه الطماطم مظبوط. الطماطم زي بدل ما هو هيبيع صلصه، لا هو هيبيع طماطم مجففه ومصنعه تصنيع كامل في مصر. حلو قوي. ودي طبعا هتدير عائد كويس طبعا. جدا هتشغل شباب كتير جدا، لان احنا بنشغل ناس لا يعني عدد كبير جدا كبير جدا جدا خالص. وفي نفس الوقت انا بحفظ توازني وبحفظ سوق كويس طبعا. ومصر دي طبعا الحمد لله يعني الطماطم عندها في كل العروات، يعني تلاقي عروة صيفي شتوي نيلي، فكل العروات موجودة الطماطم عندنا. صحيح. وفي كل الجمهورية يعني يا ميسر الحال، اسكندرية لحد أسوان موجودة الطماطم عندنا. يا ميسر الحال عشان نقدر نحن يعني نستفيد بيها أقصى استفادة ممكنة. أنا بشكرك جدا باشمهندس عبد الكريم دياب المسؤول عن مشروع تجفيف الطماطم في إسنا لأقصر. طيب افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته 75، المهرجان بالفعل بدأ فعالياته بعرض الفيلم الكوميدي فاينل كات. المهرجان شهد عودة النجم توم كروز بعد غياب 30 سنة عن المهرجان. لمزيد من التفاصيل ضفنا العزيز كاتبنا الكبير وناقدنا الفني الكبير أستاذ طارق الشناوي. أهلا بك يا أستاذ طارق. اهلا 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 استاذ يوسف، اهلا ازي حضرتك، كيف حال كان؟ والله الدوره دي دوره استثنائيه بكل المقاييس. عدد الافلام يعني زاد شويه في المسابقه، الوجود كمان تواجد الناس زاد، الاحتراز اللي كنا لغايه السنه اللي فاتت بل ده لغايه مهرجان برلين الاخير لا انتهى بنسبه كبيره. يعني بقى الاحتراز مش فرض عليك انك انت تلبس كمامه، لا بقى اختيار. اختيار حتى اختيار. في الطائره اللي هي متجهه لاوروبا اصبحت اختيار، مفيش اجبار. فمعناها دي طبعا كلها بتوحي او بتدينا احساس انه الحياه الطبيعيه اصبحت هي السائده. ما دام اوروبا قررت يبقى معناها انه كمان يعني بقت الامور مطمئنه شويه. برغم ذلك بتلاقي في الشارع في كمامات، بتلاقي في دور العرض في ناس لا تزال بتفضل ارتداء الكمامه، وفي الطائره نفس الحكايه. لكن اصبحت العصمه بايد الانسان، مش اجبار مش قانون. حلو جدا جدا جدا. طيب انا شايف قدامي على الشاشه فورست ويتكر بياخد جايزه كمان، يعني طبعا هو الممثل الامريكي الشهير جدا، واحد من اشهر افلامه ذا لاست كينج اوف سكوتلاند اللي كان بيجسد فيه شخصيه عيدي امين، كان بياخد جايزه مزبوط. ايه؟ هقول لك ده انجاز العمر. انجاز العمر يستحقها بصراحه. بياخدها طبعا الكبار زي ما تعودنا، كبار النجوم. وخدها
يعني عديد ده في كل دورة للمهرجان، وده اللي بيعمله كمان أغلب مهرجاناتنا زي مهرجان القاهرة. في كل دورة بيحظى نجم استثنائي أسطوري بتلك الجائزة، وكانت كلمته مؤثرة جدا، والناس وقفت في قاعة لومير اللي هو القاعة الكبرى اللي فيها حوالي 5000 لاستقباله، كانت الحفاوة زائدة جدا عن استحقاق. يعني المهرجان الحقيقة السنة اللي فاتت أرقى الدورة محدودة، وبالتالي ما كانش فيها كل الفعاليات دي ولا التكريمات دي. السنة دي عشان ده اليوبيل الماسي، واليوبيل الماسي دايما بيتم الاحتفال به بشكل متوسع، فعشان كده أيضا الشارع نفسه أصبح الشارع في كان، لأن السنة اللي فاتت كانت تقريبا نصف دورة أو شبه دورة، لا السنة دي دورة بما يعني تعني هذه الكلمة. في كمان تواجد مصري وعربي ضخم، يعني عدد الوفود اللي شفتها كتير بالذات الصحفيين والإعلاميين بالقياس للعام الأخير مثلا، ففي تواجد أكثر كثافة. طبعا طبعا، واهتمام إعلامي كمان أكثر كثافة من السنوات الماضية، وبالذات العام الأخير، والعام اللي قبله طبعا كانت دورة افتراضية. فهو يعني زي ما تقول عودة المهرجان كان بعد عامين. طيب. وصادفت هذه العودة احتفال خاص للمهرجان بيوبيله الماشي. هل ألقت الحرب ظلالها على المهرجان؟ طبعا الافتتاح زيلينسكي لما لأول مرة رئيس جمهورية بيطلع في مهرجان، هو كان حاول يعمل ده في الأوسكار الحقيقة، لكن وترددت أخبار كثيرة إن في كلمة قصيرة للرئيس الأوكراني ستلقى، لكن لم تحدث. كان حدثت، وكانت حتى الكلمة طويلة، وشبه بوتين بهتلر. الله. وهو بشل شبلي، يعني تعرف كان في فيلم الدكتاتور العظيم. فهو اعتبر يعني بدون ما يجيب أسماء، يعني سابها كده لخيال متلقي. تحدث عن شارلي شابلن اللي كان بيواجه الدكتاتورية، وعمل فيلم الدكتور العظيم سنة 40، وبدأ يلمح، وزي ما بيقولوا إيه المعنى في بطن الشاعر، لما يعني كلها واضحة. أنا شابلن، وتعرف هو كان ممثل كوميدي كمان. ممثل كوميدي طبعا. فهو يعني وكأنه شارلي شابلن، وكأن بوتين هو هتلر، وعمل هذا التماثل. برضو حظى بتصفيق كبير، لكن بيزال دخول السياسة بالقوة دي في مهرجانات ثقافية محتاجة فعلا لنفكر فيها كتير، لأن الجرعة هنا زادت. مش مجرد فيلم مثلا بتتكلم عنه، أو لا، انت بتتكلم على رئيس جمهورية بيوجه كلمة في مهرجان فني وثقافي عالمي، وده مش صح. نرجع ونقول، ان أساسا مهرجانات السينما منذ إنشائها، انت عارف مهرجان البندقية اللي هو فينيسيا اللي عمله موسوليني قبل الحرب العالمية، مظبوط. كويس. ومهرجان كان نفسه كان هيطلع، يعني كان المفروض يطلع سنة 39 في عز الحرب، فلما قامت الحرب توقف. طبعا. يعني عايز اقول ان تاريخ المهرجانات الكبرى هو نفسه تاريخ سياسي، من اول ما موسوليني هذا الدكتاتور عمل مهرجان البندقية الاول. فدي الحكاية. تمام، ماشي. انا يعني مع تحفظي على تشبيهات زيلانسكي، لكن اظن جدا يعني انه ما اظنش انه كان من الذكاء او اللياقه حتى مساله انه رئيس دوله في حاله حرب يلقي كلمه في مهرجان، فيستغل المهرجان لاجل قضايا سياسيه متعلقه بصراع مع دوله اخرى. يعني مش ده التوازن السليم اللي المفروض يحصل. يعني فلتكن السينما معبر عن كل شيء، بس لا يتدخل فيها سياسيا. هو ما كانش قراره. انا فاهم بالتاكيد. ما فيش خلاف، هو مش هيخش يقول الكلمه كده بالمزاج يعني. لكن هي المساله انه كده السينما ما بقتش معبر عن السياسه، اصبح السياسيين يتحدثون في السياسه داخل مهرجانات السينما، وده شيء غريب جدا جدا يعني. وكان لابس زي عسكري بالمناسبه كمان. وماله ما يجراش حاجة. أنا بشكرك جدا كاتبنا وناقدنا الكبير الناقد الفني طارق الشناوي، ألف شكر فندم على هذا العرض السريع بإيجاز. إلى أن نلتقي هنروح لفاصل ونرجع نتكلم على يا ساتر يا ساتر من أسعار العربيات، يا ساتر
وإيه اللي هيحصل؟ وهل في عندنا عربيات أصبحت متكدسة في المخازن وإن تكدست؟ هل لا يتنازل الموزعين والتجار عن جزء من هوامش الأرباح لأجل ترويج هذه البضاعة المخزنة؟ ده برضو سؤال مهم جدا. على كل إنه قصة الأوفر برايس وجهاز حماية المستهلك خد خطوات وخد قرارات وبيحذر دائما وبيؤكد كثيرا على إنه مش مسموح حد يبيع بأعلى من السعر اللي بيقرره الوكيل، على أن يوضع السعر على الزجاج الأمامي للسيارة في مكان واضح وبخط واضح، وأن يوضع السعر في الفاتورة المدفوعة. طب هل الكل ملتزم؟ طيب لما نيجي نشتري بسعر حجزت ودفعت وتمام، أجي استلم يجي الموزع نفسه يقول لي لا أنا عايز فلوس زيادة، هل ده منطقي؟ خلونا نحاول نناقش الموضوع ده أكتر مع دكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، قد تجد حلولا كثيرة. أيضا سيادة المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات قد يجد لنا حلا أيضا. فاصل ونكمل الكلام. يا اهلا وسهلا، ازي حضراتكم؟ احنا هنتكلم عن العربيات جدا النهارده. خلونا الاول نرحب بضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو، دكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادره الرئاسيه لاحلال السيارات وقد نجد عنده بعض الحلول، سياده المستشار اسامه ابو المجد رئيس رابطه تجار السيارات منورنا. نور يا فندم. وبالنسبه للراجل منحاز للمستهلك والتاجر الاثنين في عيوننا يعني. طيب خلوني يمكن هبدا بعضو اليمين. سيادة المستشار، الناس في مصر جزء منهم تعب وجزء منهم أصبح ما عندوش ملاءة مالية يشتري. تمام. وأظن ده يخلق حالة من حالات الجمود في السوق. حصل. هنعمل إيه؟ شوف، لازم إحنا نعمل توعية، ولازم نعمل توضيح للمستهلك، ولازم يفهم حاجات مهمة جداً. المستهلك بيصحى الصبح بيفتح الفيس، بيفتح مواقع التواصل الاجتماعي، يسمع غلاء والاسعار سعرها غالي وارتفاعاته والاخره. انت يعني لو حضرتك تابعت على مدار 4 أو 5 سنوات جميع اللقاءات التلفزيونيه اللي طلعت فيها او التصريحات الصحفيه، انا اسامه ابو المجد ضد الاوفر برايس على طول الخط. صحيح. ولكن هو يعني لما تيجي تفسر كلمه اوفر برايس، ما فيش حاجه في العالم اسمها اوفر برايس خالص. الكلمه دي ده لفظ خطا 100%. في سلعة أيا كانت السلعة سعرها بيزيد أو سعرها بيقل. مظبوط. اللي بيخليها تزيد وتقل هي العرض والطلب، آليات العرض والطلب دي حاجة ربنا خلقها في الكون. الذهب في يوم من الأيام حضرتك اشتريته ب 200 جنيه واشتريته ب 400 جنيه، تذكرة الطيران أنا بسأل سؤال يعني التذكرة للسعودية بكام دلوقتي وبكام كمان 15 يوم وبكام في موسم الحج؟ ببساطة يعني. في آليات للعرض والطلب، كل ما زاد الطلب أكيد 100% السعر بيزيد. طب فما بالك بقى لما يزيد الطلب وما فيش السلعة، بيزيد زيادة جدا. ده الوضع الحالي. احنا العالم أجمع بيمر بأربع أزمات عالمية قهرية استثنائية، اللي هي 1 كورونا أثرت على الصناعة في العالم مش السيارات بس، تتفق معايا؟ طبعا. 2 مشكلة ضخمة المايكروشيبس اللي حضرتك وكل العالم عارفها، وإقلاع أكبر مصنعين للشرائح الإلكترونية من إنتاج خطوط إنتاج للسيارات، ما أثرت ولا ما أثرتش؟ 3 حرب روسيا وأوكرانيا، وروسيا اللي بتمد 26 دولة في الاتحاد الأوروبي بالغاز للمصانع اللي بيصنع السيارات وغير السيارات، يأثر على الإنتاج ولا ما أثرش؟ وأخيرا الفيدرالي الأمريكي اللي اتحرك مرتين في شهر واحد بيأثر على اقتصادات كل الدول، يأثر ولا ما أثرش؟ في ظل المناخ ده كله لما يطلع واحد يقول لي لا ده المفروض العربيات سعرها ما يزيدش، اقول له انت بتهزر او انت مش مطلع. روح شوف حضرتك كل الدول على مستوى العالم، دول الاتحاد الاوروبي نفسه، دول الخليج اللي هي فيها موارد ضخمه جدا سواء حج وعمره، ذهب، بترول، ليها موارد قويه جدا وحتى مش داخلين في مشاريع عملاقه ومشاريع يعني البلد بتتبني من اول وجديد. البلد بالكامل بتتبني من اول وجديد، كويس؟ ففي ظل هذا المناخ يجي واحد يطلع يهزر ويقول لا ده المفروض الاسعار ما تزيدش، ده اي كلام. ولكن انا ضد ايه؟ ضد الزياده الغير مبرره او الزياده المبالغ فيها. زياده مبالغ فيها. انا ضد ده، كويس؟ يعني في توكيلات زودت اسعارها.
في توكيلات يمكن من قبل العيد واحنا شايفين في توكيلات زودت اسعارها. اوكي ما فيش مشكله انك تزود سعرك على فكره خالص. حضرتك شوف جميع السلع من اول السلع الاستراتيجيه لغايه السلع الترفيهيه والكماليه، جميع السلع زادت لان في تضخم على مستوى العالم. بس في نقطه اتفضل. الدولار مثلا يزيد النهارده، الاقي الوكيل والموزع خلاص بقى السلسله كلها زود بكره الصبح. السؤال بقى، هو انت بتزود على الايه؟ هو انت لسه استوردت حاجه؟ ده انت بتبيع لي من المخزون اللي انت شاريه على سعر الدولار الجمركي كذا، اللي انت شاريه على سعر يورو كذا، اللي انت شاريه على سعر ين كذا، يوان كذا، بتزود على الايه؟ انا هسالك سؤال مهم، انا هرد على السؤال بسؤال مش باجابه. اسال. حضرتك معاك عربيه النهارده انت اشتريتها السنه اللي فاتت ب 250,000 جنيه. اه. زادت اسعار العربيات. النهارده عربيتك اللي انت اشتريتها السنه اللي فاتت ب 250,000 جنيه، النهارده هي سعرها السوقي 300,000 جنيه، يعني حضرتك استخدمتها سنه وسعرها زاد 50,000 جنيه. حضرتك هتبيعها السعر العادي اللي انك تبيعها ب 200,000 جنيه، حضرتك يوسف الحسيني هتبيعها ب 200,000 جنيه؟ اه. بتاع اقتصاد. الاجابه عمرها ما بتبقى كده. اصل انا خريج اقتصاد ودراسات عليا، جابها عمرها ما بتبقى كده. التاجر هقول لي بقى حاجه، كلام تجار، التاجر بيقول لك انا راس مالي بضاعه، وبالتالي لازم اعلي السعر عشان اعرف ابيع البضاعه بسعر كويس عشان اقدر اجيب نفس الكميه هي بعد كده. لكن لو انا فضلت ببيع بنفس السعر فانا هضطر اجيب عربيات اقل. ما انا ما ردتش. انا عندي في المخزن 80 عربيه عايز اشتري قدامهم 80 عربيه. انا يا مؤمن انا ما ردتش. انا شاري العربيه مثلا ب 10,000 دولار، فانت شايف ان هي سعرها زاد فهتبقى 11,000 دولار مثلا، فاه صحيح عدد العربيات، لكن انت كده عايز تكسب مني الدبل، يعني انت عايز تكسب مني في سعر العربيه ب 10,000 وبعدين تروح حاطط لي عليها تقول لي اصل العربيات زادت بقت ب 11 فنكسب تاني. يا ريت التاجر يعرف حتى مش يكسب الدبل، يكسب النهارده في التوقيت ده او على مدار من 2019 يكسب حتى اللي يغطي مصاريفه. قطاع السيارات يشهد كميه من المزايدات حضرتك لا تتخيلها. أوكي. ويشهد كمية من القرارات العشوائية المميتة، ماشي. وقطاع ده قطاع ضخم جدا، قطاع ده بيشتغل فيه أكتر من 1.5 مليون نسمة، ده غير أسرهم. حلو. ما ينفعش لو أنا سرد لك كمية القرارات اللي في هذا القطاع اللي فعلا محتاج إعادة النظر، حضرتك هتنبهر إن قطاع مهم جدا. أول حاجة من حيث موارد للدولة، من حيث تصنيع، إحنا عندنا 19 مصنع سيارات، ماشي، من حيث التصنيع وتشغيل عماله ولا اخره وتطوير، من حيث ناحيه تجاريه وموارد الدخل، من جمارك، من تامينات، من موظفين، من ضرائب، من استهلاك كهرباء، من 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 احياء، من 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 مرور. قطاع ضخم جدا والله والله والله، محتاج التعامل مع قطاع السيارات الحذر مش مره، 1,000 مره، عشان اي قرار بيأثر تاثر لا تتخيله. طيب انا هستاذن حضرتك، عايز انتقل لدكتور طارق عوض متحدثا باسم مبادره رئاسيه لاحلال السيارات. هل نفس الوضع الحالي اللي احنا بنتكلم فيه والاربع عوامل اللي اتكلم عليها سياده المستشار اثرت على مساله الاحلال ولا لا؟ بطبيعه الحال المبادره الرئاسيه لاحلال السيارات هي جزء من السوق المحلي، لأن المشارك في المبادرة، شركاء المبادرة من شركات السيارات، هي شركات وطنية تعمل داخل جمهورية مصر العربية ولكنها تحمل ماركات عالمية، وبالتالي شركاء المبادرة من الشركات بيتأثروا بأسعار السوق المحلي اللي هو مرتبط أيضا بأسعار السوق العالمي، وبالتالي بالفعل هناك تحريك للأسعار داخل المبادرة ارتباطا بأسعارها خارج المبادرة، ولكن في حدود، نقول حدود آمنة، بمعنى أن المبادرة ما زالت تحتفظ داخل أسعارها ببعض التخفيضات عن السعر في السوق خارج المبادرة نتيجة التيسيرات والتسهيلات والدعم اللي الدولة بتقدمه للمشاركين في المبادرة. وعليه أن أنا أروح وأخد عربية من العربيات بتاعة المبادرة هتقف عليا أرخص من أنا أروح أجيب العربية وبعدين أوديها يتعمل لها التعديل التقني اللازم عشان مثلا تعمل بالغاز. بالضبط. يعني يمكن مبدئيا نقول أن من التسهيلات والتيسيرات اللي داخل المبادرة أن هناك المواطن بيحصل على تخفيض مبدئي في سعر السيارة، وهذا التخفيض احنا بنحصل عليه من الشركات المنتجة للسيارات مباشرة، بمعنى أن ثمن السيارة الكاش داخل المبادرة أقل من مثيلتها خارج المبادرة بنسب متفاوتة حسب الموديل وحسب الشركة.
الأمر الثاني أن المواطن بيجد أن هناك تسهيلات ائتمانية بيتاحها ليه الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي. هذه التسهيلات أولا أن المواطن بيجد أن هناك بنك يقرض ثمن السيارة بالكامل. مش جزء. مش جزء. وأيضا بيزيل أعباء عن المواطن مثلا في أنه يقدم جزء من مقدم للسيارة مثلا مثل ما يحدث خارج المبادرة. لا، داخل المبادرة ما فيش أي مقدمات. الأمر الثاني أنه أيضا هذا القرض بيتاح لي بدون ضامن خارج المبادرة، لابد من إيجاد ضامن، إلى جانب أن الجهاز المصرفي بيتيح هذا القرض بفائدة ثابتة ومخفضة جدا قدرها 3%، وهذه 3% أيضا موزعة على عدد الأقساط. والشيء بشي يذكر أن الأقساط داخل المبادرة بتكون إما 7 سنوات أو 10 سنوات حسب القدرة الائتمانية للمواطن وحسب اختياره، وده طبعا غير متاح أيضا خارج المبادرة. الأمر الثالث أن المبادرة بتتيح للمواطن وثيقتي تأمين، أحدهما على السيارة والأخرى على المواطن. هذه الوثائق أيضا مخفضة الثمن حوالي 50% عن أسعارها خارج المبادرة. الشيء الرابع أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية بتتيح للمواطن ما يطلق عليه الحافز الأخضر. هذا الحافز هو مقدم للسيارة الجديدة بتسدده وزارة المالية مباشرة إلى شركة السيارات نيابة عن المواطن، وهذا الحافز بيقدر في حالة السيارات الملاكي بنسبة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22,000 جنيه، في حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45,000 جنيه، وفي حالة الميكروباص 25% بحد أقصى 65,000 جنيه، إلى جانب أن المواطن بيتسلم سيارته الجديدة محملة باسطوانة الغاز الطبيعي دون تحمله أي عباء تركيب هذه الاسطوانة مثل ما يحدث خارج المبادرة. كويس قوي. طب أنا عشان في مخي حاجة كده هسأل عليها بعد شوية تكون متعلقة بأنه إزاي المبادرة تقدر تحرك عملية البيع لدى التجار، بس الأول أرجع لسيادة المستشار أسامة. بالتأكيد بالتأكيد أنا عايز أحافظ على المصالح العامة للتجار بتوع السيارات، اللي قلنا أن احنا بنتكلم على ناس تقريبا بتصل إلى 1.5 مليون، لو ضربتها في 4 يعني 6 مليون بني آدم بالزبط. لو كل واحد وأسرته يعني بالمتوسط 6 مليون بني آدم. أنا مش عاوز أضرهم تحت الظرف من الظروف، بس كمان أنا مش عاوز أضر بقية ال100 مليون مستهلك، اللي هو هفترض أن هم تقريبا يوازوا حوالي 25 أو 30 مليون أسرة في مصر. الله يبارك لك يا رب. طيب هستأذن هطلع للفصل وحاول أفهم منك إحنا هنقدر إزاي نشتغل على إيجاد توازن سعري، لأنه أظن وصححني لو أنا غلطان هيبقى في تكدس عربيات، في عربيات داخلة المينا، في عربيات داخلة المينا كلمة صعبة خالص، أو موجودة في المينا هتبيعوها إزاي؟ ما هو ده برضه اللي يخوف. عربيات أنا مش عارف العدد، أنا مرة قريت، أنا هروح للفصل بس أنا أقول لك المعلومة في السريع كده. أنا قريت تقرير صحفي ما أنا مدي تصريح فيها من بيقول يومين، بيقول إيه 29,000 عربية موجودة في المواني المصرية. غير صحيح. دول لو نزلوا السوق هيتباعوا؟ أهو الرقم ده غير صحيح. طيب نروح للفصل ونرجع مرة تانية. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلونا نجدد الترحيب بضيوفنا الاعزاء سيادة المستشار اسامه ابو المجد ودكتور طارق عوض، منورنا. وكنا عند سيادة المستشار وكنت بقول على مساله الارقام اللي بتتقال في انه عربيات موجوده في المواني، بعض التقال ال 29 وال 18 وال كذا كذا كذا. المهم ان انا عندي كميه عربيات كبيره، هل العربيات دي لما يخلص كل اوراقها وتدفع كل رسومها وتدخل السوق احنا كده مش هنواجه بازمه كبرى بقى كتجار؟ خدتنا بقى صف التجار اهو، ازمه كبرى كتجار انا مش عارف اعمل ايه بالعربيات، مفيش ملاءه ماليه عند الزبون. العربيات دي ما تكفيش 15 يوم يعني، الناس ما الرقم اللي العربيات موجود ده فندم، الرقم اللي موجود ده ما يكفيش بالظبط 15 يوم. اوكي كويس. الرقم اللي موجود ده يعني انا عندي رقمين، في رقم خارج من مصلحه الجمارك 18,000 عربيه وانا كنت في النهارده كنت في مصلحه الجمارك، وفي رقم خارج من سياده اللي هو عبد الرؤوف احمدي اللي هو رئيس الرقابه الصناعيه، كنت في اجتماع معاه يمكن 4 ساعات امبارح، وراجل محترم جدا ودؤوب في عمله جدا جدا، وقال تقريبا هم 12,000 عربيه. كويس. ايا كان ال 12,000 عربيه او هم 18,000 عربيه، في كلتا الحالتين دول ما يكفوش في مصر 15 يوم.
احنا القوام بتاع مصر تقريبا في اضعف الحالات 240 الف عربيه مبيعات سنويه في اضعف الحالات يعني كويس. فعايز اقول لحضرتك دول مش هيعملوا حاجه يعني ماشي، ولكن احنا عندنا مشكله ما هي اكبر من كده، اللي هي ايه؟ طب بعد ما دول يتباعوا هو على مستوى العالم، حضرتك طبعا مطلع على اللي بيحصل بره ومطلع على كل المصانع على مستوى العالم تأني يعني مش احنا بس كويس. بعد العربيات ديت ما تتباع ايه اللي جاي؟ هل في عربيات؟ حضرتك شايف بره في عربيات، في شركات كبيره قالت انا هوقف انتاج دلوقتي لحد ما الحرب تخلص. انا مش عايز اقول اسامي يعني طبعا، لو عايز اقول اسامي ممكن اسرد لك اسرد لك اسامي كتيره جدا. شركات قالت بشكل رسمي انا وقفت انتاج لحد ما الحرب تخلص. بص انت عندك تخلص. ايه عندك الحرب وعندك المايكروشيبس وسيبك من كورونا خالص، وعندك التحرك اللي حاصل كل ده عالميا، غير عندنا بعض القرارات الداخليه اللي بتشكل قيود على الاستيراد، اللي بتشكل قيود على الاستيراد الموازي اللي هو بيوزن السعر في السوق شويه. طبعا الاستيراد الموازي هو اللي بيوزن السوق ماشي، رمانه الميزان زي ما بيقولوا. كل دي هذا المناخ يسمح ان النهارده يكون في اي درجه من درجات المنافسه؟ لا. هل النهارده مفيش عربيات على مستوى العالم؟ طب احنا بنعمل يعني احنا النهارده لما مفيش عربيات على مستوى العالم، طب احنا دلوقتي بنشتكي في ايه؟ فخامه الرئيس قال كلمه جميله جدا وانا بعيدها تاني وبعيدها في كل لقاء، انت لو انت مش قادر تاخد العربيه ممكن عليك بالاستغناء، مش العربيه بس، اي سلعه يعني اي سلعه. قال كلمه بسيطه وعارف السهل الممتنع، الغالي ما اشتروش، ببساطه يعني الغالي ما اشتروش، او ان نعمل بدائل يعني أو على سبيل المثال. حتى طب انا ابدا اوطن صناعه العربيات في مصر زي ما قال سياده الرئيس، وابدا ان انا اشتغل اكتر على موضوع تصنيع العربيات الكهرباء برضو زي ما قال سياده الرئيس. يعني عمليا احنا ممكن حتى رابطه التجار كلها، هنفترض انه ده لو عشرهم خدوا قرار انه هنعمل شركه واحده وهنطلب ترخيص صناعه سيارات هنا في مصر، سياره كهربائيه كذا، في ملاءه ماليه باذن الله، في تسهيلات. احنا عندنا في الرابطه مصنعين على فكره يعني. طيب. احنا عندنا في الرابطه مصنعين ومصنعين لماركات شهيره جدا، انا برضه مش عايز اقول عشان ايه انت بتقول دعايه. ممكن طبعا احنا مصنعين، عندنا في الرابطه مصنعين وعندنا وكلاء وعندنا موزعين، كل الفئات موجوده. ولكن الوقت الحالي على مستوى العالم صعب جدا. الجمهور الكريم لازم يفهم ده. انا بنصح الجمهور بايه؟ فعلا 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 احنا في وقت، حضرتك النهاردة لازم تساعدنا وتساعد نفسك، الوقت اللي جاي صعب، ويمكن يعني أعلى جهة في الدولة وضحت الكلام ده عدة مرات وفي طبعاً. عدة لقاءات، والناس اللي بتقرأ التقارير بره هتعرف الكلام ده. فيا جماعة احنا محتاجين في الوقت الحالي يكون في درجة من درجات المرونة، يعني لا تقف على ماركة معينة ولا فئة معينة ولا لون معين من فضلك. ما لقيتش طلبك في العربية زيرو شوف كسر الزيرو، ما لقيتش في كسر الزيرو شوف كسر الزيرو. افتح أي أبليكيشن بتاع بيع سيارات هتلاقي فيه عربية بتبدأ من 25,000 جنيه لغاية 5 مليون جنيه. أنت بقى شوف نفسك أنت اللي يتناسب معاك إيه، مش لازم تركب اللي في نفسك قوي دلوقتي، اركب اللي هو إيه يعني 80% من طلباتك. بس أنا أمسك إيدك دلوقتي يعني، دلوقتي مفيش داعي للصرف، مفيش فتحة الصدر دي دلوقتي، ده نصيحتي يعني. بس لكن سلعة السيارة أصبحت سلعة استراتيجية، سلعة أساسية، ما عادش سلعة ترفيهية زي زمان. يعني حضرتك لازم، حضرتك هتروح شغلك بعربية وتودي ولادك بعربية، والخضار بيتنقل بعربية، والملابس بتنقل عربية، ومنتجات المصانع بتنقل بعربية. سلعة السيارة النهاردة سلعة استراتيجية. أقول لك على حاجة، توصيف سلعة السيارة في مصلحة الجمارك إن هي بتيجي كسلعة ترفيهية أو تكميلية، أنا شايفه توصيف غير صحيح. طيب النهاردة ممكن نروح للنقطة دي، بس أنا عايز علشان مسألة إيجاد بعض الحلول اللي هيبقى من شأنها حل للتجار، وبالطبيعة الحال إنه ده قد ينعكس على السعر بتاع المستهلك. وإن بسأل دكتور طارق، بما إنه المبادرة الرئاسية قادرة على تقديم العربية اللي هي بتشتغل بالغاز بسعر أقل، إذن ده معناه إنه هل من الوارد إن أنا أوسع شوية نطاق الماركات والأنواع اللي أنا بستخدمها في المبادرة الرئاسية، وبالتالي أتوجه للتجار بطلب المزيد من هذه الماركات، فيبقى أنا باخد ماركات ممكن تبقى عالية خالص مش عارف ألماني وبريطاني والحاجات اللي زي كده، ماركات أقل شوية وصولا إلى الماركات الصينية، وبتخش على المصانع بتاعة التحويل بتاعتي خليها شغالة بالغاز. أنا لو خدتها من الروابط أو من الرابطة هيبقى في الحال اللي بشتري فيه عربية غير لما بشتري بيه ألف،
هبقى خلصته هو من كميه كبيره جدا من العربيات ونشطت عمليه البيع والشراء في السوق، ومن ناحيه تانية انا خدتها بسعر اقل اقدر اقدمها بيه للمستهلك ايضا بسعر اقل، اصبح هو مش خسران والمستهلك سعيد. هل ده وارد؟ يعني احنا هنقول بدايه ان منذ بدء المبادره وهناك تكليفات رئاسيه بالفعل بتوسيع قاعده المشاركه للمواطنين، والمواطن هنا مش المواطن بس اللي بيشتري عربيه او اللي عايز يعمل احلال عربيه، لا انا كمان الشركه المنتجه بعتبرها مواطن. حلو. ما هي شركه مصريه بيعمل فيها مصريين، هي مستهدف بالظبط. فبالتالي المواطن هنا هو المواطن اللي داخل يعمل احلال عربيته، والمواطن ايضا اللي هي الشركه اللي بتنتج هذه السياره لهذا المواطن. وبالتالي هناك بالفعل المبادره مفتوحه لمشاركه اي شركات تعمل داخل جمهورية مصر العربية في مجال إنتاج السيارات، المبادرة مفتوحة لمشاركتها، ولكن هناك شرط أساسي بتضعه الجهات الفنية والجهات المعنية إن منتج هذه الشركات لابد أن يكون محتواه يحتوي على منتج محلي لا يقل عن 45%، وده في إطار زي ما سعادتك ذكرت توطين صناعة السيارات في جمهورية مصر العربية. وبالتالي اي شركه مرحب بها ان تشارك باي موديل وباي نوع سياره طالما ان يتوافر فيها هذا الشرط الفني، وهو ان يكون بهذه السياره مكون محلي لا يقل عن 45%. طيب هنا نرجع مره ثانيه يا استاذ اسامه، هل ده وارد للتطبيق يا استاذ مستشار؟ لا، علشان ما عنديش كل الماركات فيها المنتج المحلي 45. لعده اسباب. اول حاجه حتى يعني خلينا نكون ايه، يكون في شفافيه بيننا وبين الجمهور يعني. كويس، كما اعتدنا زي ما حضرتك اعتدت وزي ما انا اعتدت مع اي تصريح عايزين نقوله يعني والجميع. في ازمه عالميه، احنا نسال نفسنا سؤال، اعلى جهه في الدوله فخامه الرئيس لما اصدر قرار من 3-4 ايام باستثناء، واحنا عندنا مشكله في التدبير، باستثناء قطع الغيار ومستلزمات الانتاج من الاعتمادات المستنديه، تعال نفسر فخامه الرئيس عمل كده ليه؟ عمل كده على الرغم ان احنا عندنا تحرك. عشان يتحرك، عشان المصانع ما تقفش، عشان المصانع دي ما تقفش طبعا. ماشي، واستثنى هذه المصانع وجميع قطع الغيار، لان عربيتك النهارده الموديل 2015 لو قطعه غيار مش موجوده العربيه تقف. دي ازمه وحضرتك بتعاني واسرتك بالكامل بتعاني واسرتك واسرتك واسرتك، متخيل خطوره القرار دي؟ على الرغم ان تم اتخاذ القرار للاعتمادات المستنديه، يمكن احنا عندنا مشكله في 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 استيراد السيارات بسبب مستلزمات الانتاج والمواد، ولكن الأولية. لما نيجي لمستلزمات الانتاج اعتبرناها سلعه استراتيجيه وتم استثناء القرار من الاعتمادات المستنديه. حلو، ماشي كده. ده يؤكد لما تحس بنبض الشارع تبدا تاخد قرارات ويجوز الاستثناء فيها للصالح العام. حلو. عشان كده انا برجو من منبرك، في بعض القرارات التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة في قطاع السيارات محتاجة تراجع، ومفيش حاجة عيب أبدا أبدا إن احنا نراجع القرارات ديت عشان ما نزودش الأزمة. في أزمة عالمية ناخد قرارات داخلية تزود الأزمة؟ في أزمة عالمية ناخد قرارات داخلية تزود الأزمة؟ دكتورة نيفين جامع لما النهاردة استثنت العربيات اللي مركونة في الميناء من قرار 9 وقالت إن النهاردة سيتم الإفراج عن 18,000 عربية، ماشي كده، انا برضو بقول قرار محترم طبعا. ومن منبرك بوجه لها الشكر، ماشي ليه؟ لان النهارده منين السوق ما فيهوش عربيات، والعربيات الاسعار عماله تزيد وتقفز بصوره يعني صوره قويه جدا جدا، واحنا عندنا عربيات مركونه في الميناء يا جماعه. يعني ازاي بجد يعني احنا عايزين دايما يعني دايما متخذ القرار زي ما قلت الحركة دي، انا اديتك مثالين محترمين جدا جدا جدا، ناخد بالنا من الحاجات دي. المبادره نفسها النهارده يعني برضو يعني فعلا محتاجين ان هم يزودوا يزودوا اللي يدخل من العربيات، ويزودوا مشاركة المصانع ويزودوا، بس زي ما الدكتور اتفضل ليها شروط وليها ضوابط. طيب الوقت للأسف الشديد خلص وبالتالي الحلقة خلصت. أنا أحب إن احنا نقعد أكتر، وأحب إنه كمان يكون، لأنه كان المفروض النهاردة كان هيبقى فيه مؤتمر مهم جدا هيعمله جهاز حماية المستهلك بس أجل، فأنا هبقى منتظر إن المؤتمر ده يتعمل عشان أشوف المخرجات بتاعته هتبقى عاملة إزاي، ونبدأ تاني ناخد المناقشة في إطار مخرجات هذا المؤتمر. بالمناسبة احنا كنا في اجتماع مع حماية المستهلك 5 ساعات ونص أول امبارح، وطبعا على رأسه المهندس أيمن حسام الدين، راجل محترم طبعاً وراجل طبعاً راقي ومطلع،
وان شاء الله يعني ان شاء الله يكون خلال الايام القادمه ان شاء الله في اخبار كويسه. يا مسهل الحال. انا بشكرك جدا سياده المستشار، كل الشكر لسياده المستشار اسامه ابو المجد، كل الشكر للدكتور طارق عوض، نورتنا وشرفتنا يا فندم. شكرا جدا لحضراتكم، هنقابلكم احنا ان شاء الله الاسبوع الجاي نكلمنا العمر في برنامجكم التاسعه. ما تروحوش في اي حته على الاطلاق، لانه كريم رمزي قدامي اهو، ادخل يا كيمو برقم 10 ولا يهمك حاجه خالص. سلامات.